خلينا متابعيني على يوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وتيك توك. نحن الان مع الاخت مغربية حناكل همبرجر صح؟ صح. وارخص همبرجر بالعالم على الشخص الواحد 2.5 دولار ان كانت دجاج وان كانت لحمة. طبعا مثل ما شايفين الاسعار هون بالشاشة اوكي؟ شايفينها 500 بيسو اللحم وفوق الدجاج اوكي؟ طبعا اسعار رخيصة جدا يعني 2.5 دولار للشخص الواحد. فتابعونا وخلينا نشوف هلا الاخت قديش حجمها صح؟ ايه زكيلة ولا زكيلة؟ ايه وهون كمان في مأكولات حتى تشوفوا الأرجنتين أرخص دولة في العالم ورخيصة جدا. فتابعونا وخلونا نشوف بهذا المكان الجميل الرائع شايفينه في مدينة ديزني ديزني في الأرجنتين. فتابعونا وانت فين هاي فرجينا هاي الأطفال الجميلة الرائعة شايفينها فين؟ ليلون يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في في مدينة ديزني جنة الله على الأرض. أرخص دولة في العالم. بكم أحبائي المتابعين على قناة يوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم معكم مع الأخت مريم مغربية من الأرجنتين بلاد الزيتون والتين. لنفرجكم أرخص وجبة همبرجر في العالم 2.5 دولار الوجبة للشخص الواحد. شايفين همبرجر مع بطاطا مع كوكاكولا وهي الوجبة تحيه فرجينا اياها شوفينا شوفي بقلبها موجود خلينا نفرجيكم يعني فيها جبن فيها طماطم فيها بصل ايوه الجبن والطماطم والبصل وكل شيء يعني كامله ب 2.5 دولار فقط. كلمه من اختنا المغربيه للمشاهدين المتابعين ارخص وجبه في العالم 2.5 دولار في الريبوبليكا اللبنانيه يعني مكان غالي يعني مو رخيص مع هيك الاكل تبعهم هون رخيص بصراحه. انا ما فكرت انه راح تكون كبيره فكرت حجمها صغيره كنت راح اطلب واحده كبيره اكثر لسه لسه عندهم واحده اكبر منها بس انا ما حبيت هي اصغر وحده وشوف قديش اصغر وحده مع البطاطا ومع كل شيء يعني بيطلع حق الوجبتين قديش بالبيسو الارجنتيني 1000 بيسو والوحده بالجازوزه بكل شيء يعني الوحده ب 500 بيسو مع الجازوزه مع كل شيء اوكي. هاي لكل متابعينا وكلمه هيك لاخواننا المغربيين عشان ما يقولوا انك ما تحكي باللهجه المغربيه المهم جينا باش ناكلوا في مشوار نزوروا هنايا في هذه المنطقه في تاريخ الريبوبليكا اللبنانيه واحد الناصب غير ديال الولاد الصغار المهم وجينا طلبنا هذا البرغيسه هذه رخيصه ماشي غاليه وصافي هذا ما كاين. فقولوا لنا وتابعونا وقولوا لنا اذا في عندكم في دولكم العربيه في وجبه مثل هي الوجبه رخيصه وتقارن بهي الاسعار واعطونا رايكم. خلينا نشوف وتابعونا دائما معكم من قلب الحلس من قلب العاصمه الارجنتينيه بيونس ايرس. انها الارجنتين انها بيونس ايرس ان شاء الله نطلع على الارض. انظر بعينك وارحم قلبك. اي فطر؟ سعيد. كل المتابعين والمحبين تابعونا مع مريم مغربيه من الارجنتين.